يعني أصل كل الشيء ده ملحوق وتقدر تحصل عليه. يعني هل أنا أقول لك إن أنا العربي الوحيد اللي حاصل على ثلاث أسطوانات بلاتينية واحدة ذهب؟ ما أعتقدش إن في حد على أرض العالم العربي حصل عليها. لا بس أنت ما بتقولش بقى وما بتشتغلش على ده. لا أنا ما بشتغلش على ده لأن أنا بشتغل على رؤية الإنسان. ماذا يحتاج؟ إيه مشاكله؟ إيه مشاكل حبه؟ إيه اللي هو طلبه؟ فأنا بشتغل على ده.